السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي محمد سيف الأزيس بختيار أستأذن أن أقدم لكم حكاية تحت الموضوع الإمام البخاري إمام المحدثين كان اسمه أبا عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة ولد سنة الرابع وتسعين مئة من هجرية كان أبوه من رجال الحديث لكنه مات وهو صغير حفظ الإمام البخاري القرآن الكريم وتعلم العربية والعلوم الشرعية كالتفسير والفقه وغيرها وقد أحب الإمام البخاري منذ صغره فلم يبلغ الإمام البخاري السادس عشرة من عمره حتى حفظ كثيرا من كتب الحديث ما شاء الله لم يكتفي الامام البخاري لاحاديث بلده بل رحل الى الاقطار المختلفه لطلب حديث الرسول ذهب الى مصر وسمرقان والعراق ومكه والمدينه والبلاد العربيه الاخرى وكانت له حافظه قويه ويذكر الرواه أنه كان يحفظ عشرات الألوف من الحديث، وألف الإمام البخاري بعض الكتب في الحديث، ولكن أهم كتبه هو (الجامع الصحيح)، جمع فيه ما صح عنده من أحاديث الرسول، وقد قسم هذا الكتاب أقساماً سمي كل قسم كتاباً. وكسم كل كتاب ابوابا وكل كسم كتاب ابوابا رتبها ترتيبا فقهيا فبدا بكتاب الوحي فكتاب الايمان فكتاب العلم فكتاب الوضوء وهكذا ولم يجمع الامام البخاري الاحاديث الصحيحه ولعل الموت هو الذي منعه من تدوين صحيح الحديث وقد اشترط الامام البخاري الاحاديث التي يقبلها شروطا منها الاول ان يكون اسناد الحديث متصلا والثاني ان يكون الراوي مسلما صادقا الثالث متصفا بلا عدالة حافظان سلم العقائد وجمهور العلماء متفقون على أن هذا الكتاب أصح كتب الحديث وأفضلها ومن أخلاق ومن أخلاق الإمام البخاري أنه كان عفا اللسان ما شاء الله يمكن هذا مني ما استطيع ان احكي لكم مع النفع والنجاح ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته